الحجاب الذي تلبسه المرأة الشرعي هو أن يكون أن يغطي جسمها، بعضهم قال عدا الوجه والكفين، وتلبسه واجب عليها عند تبلغ مبلغ المحيض، ولكن تلبسه قبل ذلك لتتدرب عليه، تتدرب عليه حتى تعتاد على مثل هذا اللباس. وهذا الأمر ليس أمر أحد من الناس، بل هو أمر الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك ونسائك وبنات المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. هذا أمر الله تبارك وتعالى، ولا يكون شفافا ولا يكون ضيقا ولا يكون ملابس شهرة، له مواصفات حتى المرأة تستر ولا تعرف حتى لو خرجت من بيتها.